طبعا هذا مختبري مثل ما تلاحظون عبارة عن آلاف العينات المتواجدة في المختبر. مع انه اتسخ قليلا لكنه يعني لا بأس، كان بسبب الغبار. طبعا كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في السابق والأجهزة والمختبر وآلية الاهتمام فيها. يعني إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي.